واهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم على الشعب المصري وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب، وعلى كل الاهلاويه في كل مكان. الموسم انتهى لكن اخبارنا دايما ما بتنتهيش، دايما الاخبار بتبقى اب تو ديت، يعني يوم بيوم دايما الاخبار موجوده. والفتره الحاليه يمكن الاخبار دايما بتتناثر كتير اكتر من الموسم يبقى شغال. الناس لو بتتابع فتره الانتقالات الصيفيه وانتقالات المدربين وانتقالات اللاعبين بتلاحظ ان الموسم بيبقى اكثر سخونه في الفتره اللي الفرقه كلها بتريح. عشان كده في الفتره الحاليه هتلاقوا اخبار كتيره جدا دايما عن اللاعبين اللي راحلين، اللاعبين القادمين، الصفقات الجديده، المدربين خلال الفتره القادمه، حتى استعدادات المنتخب اللي عنده مشوار مهم جدا بالنسبه لكاس العالم في روسيا باذن الله خلال الشهر القادم شهر يونيو، وعنده 3 مباريات وديه خلال الفتره القادمه سواء مباراه الكويت او مباراه بلجيكا ومباراه كولومبيا. يمكن ابرز خبر النهارده معانا هو طبعا بالتاكيد قرار لجنه الكوره واللي اعلن عصر اليوم بالموافقه على بيع عبد الله السعيد الى نادي اهلي جده السعودي، حيث ان الخبر يمكن لجنه الكوره وافقت في اجتماعها اليوم على بيع عبد الله السعيد لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى نادي اهلي جده السعودي ابتداء من الموسم القادم. وكلفت اللجنه حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بإنهاء إجراءات التعاقد وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. كلنا عارفين أن هذا القرار كان اتخذه طبعا النادي الأهلي ولجنة الكورة برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا قبل إعارته إلى إحدى الأندية الفنلندية اللي انضم ليها اللاعب خلال الشهرين الماضيين، وكان هناك قرار أيضا بعرض عبد الله السعيد للبيع، وبالتالي انتصارا لمبادئ النادي الأهلي بغض النظر عن الأرقام والبطولات وكل ما هو ذلك. يعني النادي الأهلي دايما بيسير على مبادئه، وعندما يتخذ قرار أيا كانت نتائجه لا يعود إليه، وبالتالي فعل هذا القرار وتم الموافقة على بيع عبد الله السعيد إلى نادي أهلي جدة السعودي ابتداء من الموسم القادم، وبالتالي بعد كأس العالم مباشرة سينضم اللاعب إلى صفوف النادي السعودي خلال الفترة القادمة ليتم غلق هذا الملف نهائيا. والأهلي منذ هذه الفترة تحديدا يعني بيستعد للمرحلة القادمة، بيستعد من خلال لاعبين آخرين، بيستعد من خلال تشكيلة أخرى للاستعداد للمرحلة المحلية والاستعداد للمشوار الأفريقي. لكن ده الخبر الأبرز النهاردة اللي تم تناوله وبعد إعلانه عصر اليوم من قبل لجنة الكورة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي في حالة انعقاد مستمر خلال الفترة الحالية. وكلنا عارفين على مدار هذا الموسم النادي الأهلي استطاع أن يحقق رغم كل هذه الصعوبات ورغم كل هذه المعوقات التي تعرض لها على مدار هذا الموسم أنه يحقق أرقام قياسية عديدة. ليس الرقم فقط في أن الأهلي حقق الدوري رقم 40، لكن هناك أرقام قياسية عديدة تحققت من خلال هذه البطولة المحلية، سواء في عدد النقاط أو في عدد الأهداف أو في عدد المباريات. رغم أن عدد المباريات أقل من مواسم أخرى، لكن استطاع أن يحصد أعلى رصيد من النقاط ب 88 نقطة متفوقا على الزمالك اللي كان كسر أيضا رقم النادي الأهلي سنتين، لأن في مرحلة معينة الأهلي كان وصل ل 77 نقطة ثم جاء الزمالك وكسر الرقم لكن بعدد مباريات أكتر وقدر أنه يوصل ل 86 نقطة. لكن الأهلي بعدد مباريات أقل بيكسر رقم أيضا اللي هو كان حققه قبل كده نادي الزمالك ويصل ل 88 نقطة. ودايما الأهلي من خلال أحداثه المحلية والبطولات الدوري بيحقق قياسية كثيرة جدا. طيب وعشان نتكلم في كل التفاصيل دي معانا الدكتور طارق الأدور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والناقد الرياضي الكبير وبالتأكيد الموسوعة الرياضية والمعلق الرياضي اللي دايما بيهتم جدا بلغة الأرقام، لأنه دايما بيأكد أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. دكتور طارق أولا برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. اهلا بيك اولا محمد، وانا سعيد ان انا اكون معاك وكل سنه وانت طيب وكل سنه وكل الساده المشاهدين في مصر والعالم العربي بخير، وربنا يعيد علينا الايام الحلوه ديت بالخير واليمن والبركات زي ما احنا دايما بنقول، ونتمنى لنا الحبيبه كل خير يا رب دايما يا دكتور طارق. طيب الاهلي ملك الارقام القياسيه، عندك ارقام كتيره وحاجات كتيره ممكن تتقال في ملف بطوله الدوري والارقام اللي حققها الاهلي على مدار هذا الموسم دكتور طارق.
الحقيقه هو بص ما رصدناه هو خلي بالك في ارقام قياسيه معروفه والناس كانت بتترقبها او بتتابعها مباراه بمباراه، وانت ذكرت رقم منها اللي هو اكبر عدد من النقاط يتحقق في تاريخ بطوله الدوري اللي انت لسه ذاكره دلوقتي. وفي ارقام كانت خفيه، يعني ايه خفيه؟ يعني لازم بحث كتير عشان انت تقدر تؤكد انه رقم قياسي، لابد ان انت تستعيد ذاكره الدوري منذ انطلاقه 48 49 وحتى الان. يعني بعض الارقام اللي هي الواضحه والصريحه اللي هي اكبر عدد من النقاط واكبر عدد من الاهداف واكبر عدد من الانتصارات، دي كلها كانت ارقام يمكن بيتابعها الجمهور النادي الاهلي مباراه بعد مباراه لغايه ما تحققت. لكن في ارقام بقى ما كانتش يعني ايه ظاهره في الافق. الحقيقه احنا كنا بنبحث باستمرار على مدى مسيره الدوري، لازم نرجع للتاريخ كله على مدى 59 بطوله عشان نؤكد ان هذا الرقم تحقق بالفعل. الارقام اللي عملها النادي الاهلي تنقسم الى ثلاث اقسام. قسم منها هو الاعلى طبعا وده الاكبر ان انت تقدر تقول ان هو رقم قياسي، اللي هو انك تقول ان ده رقم عالمي. يعني عشان تقول ان ده رقم عالمي يبقى ده طبعا اعلى مستوى من الارقام. وفي بعض الارقام محليه، يعني هو على مستوى مصر هو الرقم الافضل في مصر. ثم في ارقام بقى يحققها النادي الاهلي رقم شخصي للنادي الاهلي، يعني رقم خاص بالنادي الاهلي. وحاجه من الحاجات الايجابيه اللي هي يمكن لابد اننا نتابعها من ارقام كتير النادي الاهلي هذا العام، ان النادي الاهلي كتير من الارقام حطمها وهو يحمل رقمها، يعني ايه هو حسن من الرقم وارتفع به الى اعلى مستوى. يمكن من الارقام اللي كانت صعبه جدا انها تتحقق، وده اللي هقول لك هو ده الرقم القياسي رقم واحد اللي انت لسه ذاكره، اللي هو اعلى عدد من النقاط يحقق في موسم واحد، وهو ال 88 نقطة اللي جابهم النادي الأهلي السنة دي بالفوز في المباراة الأخيرة على النادي المصري. مظبوط. يمكن كنت وأنا بقول هذا الرقم على مدى الموسم، يعني وكنت بتحدث عنه إن أعلى رقم هو رقم نادي الزمالك، كان ناس كتير بتكلمني تقولي لا ليس من العدالة إن أنت تحسب على أعلى في تاريخ الدوري المصري اتلعب فيه عدد مباريات اللي هو موسم 2014 2015 كان في 38 مباراة، وال 38 مباراة ده اعلى عدد من المباريات لعبه فريق في تاريخ الدوري، يعني ما حصلش تاني ان فريق لعب هذا العدد من المباريات. فالناس بتقولك ايه لا مش من عدالة ان احسب النقاط على اعلى عدد من المباريات. فده طبعا ايه الكلام ده الناس اللي بتقوله، لكن احنا برضو عشان اوضح النقطة ديت في نوعين من الارقام القياسية. في الرقم القياسي المطلق، يعني ايه المطلق؟ يعني اعلى عدد من النقاط بغض النظر عن عدد المباريات، يعني انا ما بحسبش عدد المباريات دي واحط بحضوش اسبان واشوف اعلى عدد من النقاط تحقق، وهو اللي عمله النادي الاهلي بفوزه على المصري في المباراه الاخيره، رفع رصيده ب 88 نقطه، زاد بفارق نقطه على الزمالك. لان في رقم قياسي ثاني نسبي. يعني ايه نسبي بقى يا محمد؟ يعني انا بقيت عدد المباريات وانا حققت فيها كام نقطه اشوف انا جبت كام نقطه من عدد مباريات، وده الرقم اللي مسجل للنادي الاهلي برضه، وده رقم من الصعب جدا تحقيقه تاني، يعني من الصعب جدا جدا انه يتكرر تاني اللي كان في موسم 2004 2005 لما النادي الاهلي عمل 74 نقطة من اصل 78. عمل 74 من اصل 78 لان عدد فرق الدوري وقتها كان 14 فريق، فكان كل فريق بيلعب 13 مباراة ذهاب و13 مباراة في العودة، يبقى المجموع كام؟ 26 مباراة. 26 مباراة، فال 26 مباراة أقصى حد فيهم 78 نقطة. وقتها لو تتذكر بس في 24 وتعادل في مباراتين فقط، لو تتذكر إن هما كانوا أمام المصري وأمام إنبي والنتيجتين كانوا بالتعادل 1-1. فبالتالي عمل 74 من 78 نقطة، النسبة ديت تطلع حوالي 96% من عدد النقاط. فطبعا ده مستحيل، يعني او مش هنقول مستحيل، من الصعب جدا انه يتكرر تاني. يعني عشان النادي الاهلي يعمل رقم زي ده كان لازم مثلا من ال 104 نقطة بتوع الموسم 103 نقطة بتوع الموسم كان يجيب مثلا نقول مثلا 99 او 98 نقطة، وده موضوع صعب جدا. هو من الصعب يا دكتور اصلا كمان عدد الفرق ينزل 14 نادي تاني مش عدد النقاط بس،
انك ترجع من 18 ل 14 دي معادله صعبه قوي بصراحه. اه بالظبط، هي صعبه. هو الوقت في اتجاه كده للوم، بس انا اعتقد ان لو الاتجاه ده اتنفذ، طبعا ده صعب شويه عشان الانتخابات انت عارف بتاعها ما تقلل الفرق، وانت عارف في سياسات ثانيه يعني بينتهج اتحاد الكره من الصعب انك تقلله، لكن هو في اتجاه كان تفكير ان هو ينزل الى بدل ما هو 18 فريق دلوقتي انه ينزل 16 فريق، وانا برضو مستصعب الامر ده. يعني بقى في ظل القياده الحاليه لاتحاد الكوره، في ظل يعني السبونسر شيب واللي موجود، وفي ظل الامور الماديه صعب شويه الامر ده ارقام القليله جدا اللي ليست في حوزه النادي الاهلي. يعني ربما يكون الرقم الوحيد اللي كان لازال مسجل لنادي الزمالك هو الرقم ده. جميع الارقام القياسيه الوقت اللي انت تقدر تفكر فيها او تقدر تقعد تحسب لها في الدوري المصري مسجله للنادي الاهلي الا رقمين فقط. الرقمين يمكن انا قلتهم على في اخر مباراه علقت عليها مباراه الاهلي والمصري، انا بسمي ان الارقام القياسيه كلها للاهلي الا المصري والشاذلي. المصري والشاذلي هما الرقمين الوحيدين اللي ليس بحوزه النادي الاهلي. المصري ايه؟ اعلى فوز في تاريخ الدوري اللي هو على بني سويف 11-0 في سنه 64، والفوز 11-0 انت يمكن في ظل كره القدم الحديثه والطرق الدفاعيه صعب جدا ان انا اتخيل حد هيفوز تاني 11-0. يعني يمكن 11-0 ده رقم كبير جدا فوز المصري على بني سويف، حتى النادي الاهلي معاه الرقم القياسي المطلق لاعلى فوز في تاريخ المباريات المحليه اللي هو على 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 نادي الجونه 13-0 13 كاس 2005. ده الرقم ده اعلى فوز في تاريخ المسابقات المحليه على الاطلاق، يعني بدايه بقى من كاس السلطان وكاس مصر وبطوله منطقه القاهره والدوري المصري والسوبر المصري، هو ده اعلى فوز في التاريخ، لكنه في الدوري بشكل خاص 11-0 ده هو اعلى فوز في الدوري. صعب جدا، يعني انا مستصعب شويه ان حد يجيب الرقم القياسي الثاني اللي هو برضه بيقول ليس في حوزه النادي الاهلي، هو ارقام حسن الشاذلي. حسن الشاذلي ليه رقمين قياسيين في تاريخ الدوري المصري، اللي هو اعلى عدد من الاهداف سجل في التاريخ 173 هدف سجلهم على مدى الدوري، ده الرقم القياسي المطلق لعدد الاهداف اللي سجلها لاعب، وراح حسام حسن طبعا كان جايب 168 هدف، فطبعا صعب الرقم ده يتحقق تاني. الرقم الاخر وده مع 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 الاداء اللي بيأديه الحقيقه محمد صلاح في ليفربول خلانا نشعر تاني ان الرقم ده ممكن يجي، اللي هو 34 هدف في موسم واحد اللي سجلهم حسن الشاذلي في موسم 74-75. وانت شوف الوقت معدلات هداف الدوري السنه دي ازارو 18 هدف. يعني السنوات الاخيره كلها انت يمكن باستثناء حسام فاولو لما جاب لقب الهداف من ثلاث مواسم وجاب 20 هدف، كل الاهداف تحت حاجز ال 20. فمين الهداف اللي يقدر يكسر رقم 34 ده؟ صعب شويه في المواسم الحاليه، لكن طبعا بنتكلم على ان هو لا زال هو الرقم القياسي. المصري حوزه النادي الاهلي باستثناء الشاذلي هو المصري زي ما قلت. طيب نقطة تانية دكتور طارق، أعتقد برضو أكبر عدد من اللاعبين داخل الفريق أحرزوا أهداف على مدار الموسم يعتبر النادي الأهلي، حوالي 21 لاعب. أيوه بالظبط، ده الرقم ده أنا قلته على فكرة خلال الماتش، الرقم ده كان غير مرئي، ما كانش حد ليه واخد باله منه، لكن أنا الحقيقة كنت اضطريت إن أنا أعمل دراسة دقيقة جدا وصعبة جدا، وأنت تعرف مدى صعوبتها في ظل عدم وجود إحصائيات على المسابقات القديمة. ولكن الحقيقه انا تمكنت من الحصول في احصائيات الخاصه على عدد الهدافين اللي سجلوا اهداف في موسم واحد لنادي في الدوري. كان الرقم القياسي للنادي الاهلي وكان مسجل في موسم 2009-2010 20 لاعب سجلوا اهداف. السنه دي الاتحاد السكندري سجل له في الدوري 19 لاعب، يعني كان قرب جدا من الرقم القياسي للنادي الاهلي ده، لكن لما سجل حمدي لاعب النادي الاهلي
احمد حمدي في مباراه المصري واصبح اللاعب رقم 21 اللي يسجل اهداف في الدوري، خلاص اصبح الرقم القياسي التاريخي للنادي الاهلي في عدد الهدافين. النادي الاهلي السنه دي سجل له 21 لاعب في الدوري، بدايه من اول هدف سجله احمد الشيخ في الدوري امام طلائع الجيش في الاسبوع الاول، وحتى احمد حمدي في الاسبوع الاخير لما سجل في مرمى النادي المصري اصبح 21 لاعب سجله. ده برضه رقم قياسي جدا، يمكن ما كانش مرئي ومحدش كان واخد باله منه، لكن الحقيقه اعلنت عنه في تعليقي على المباراه الاخيره للاهلي امام مصر. دكتور طارق الادور دايما منورنا ودايما بتهتم بالارقام القياسيه، وكل بطوله بنسمع منك ارقام جديده واحداث جديده. بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب يا دكتور طارق. شكرا جزيلا دكتور طارق. دايما الاهلي يعني رغم الصعوبات اللي بيواجهها على مدار كل موسم، سواء صعوبات في الملاعب او صعوبات خارجيه، لكن بيقدر ان هو يحقق البطوله. والبطوله لما بتتحقق ما بتتحققش من فراغ، بتتحقق نتيجه جهد، نتيجه ارقام بتتشاف في الاخر، انك بتقدر تحقق بطوله من خلال ارقام كتيره، من خلال اهداف كثيره، من خلال لاعبين مميزين، بتقدم كمان لعيبه جديده على مدار هذا الموسم، سواء لعيبه محليه او حتى لعيبه افريقيه. لما بتستخدم لاعبين من الخارج بيكون لهم دور اساسي مع الفريق. باذن الله حظوظه كبيرة جدا في البطولة الأفريقية، وعلى جماهير النادي الأهلي أن يعني تضع نصب عيونها بشكل كبير جدا فريق الكرة خلال الفترة القادمة، وأن هي تتابع فريق الكرة وتشجع فريق الكرة وتشجع كل من يتولى المسؤولية خلال الفترة القادمة من أجل المزيد من إحراز البطولات والاستمرارية بشكل جيد والظهور في البطولة الأفريقية بشكل جيد جدا. لكن على المنوال وعلى نفس الإطار وفي الاتجاه الآخر من خلال الألعاب الجماعية، يمكن شفنا قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي كان أول أمس، قرار كان هام جدا متعلق بتشكيل الأجهزة الفنية للفرق الرياضية، وكان شيء جيد جدا الاستقرار على نفس المجموعة اللي كانت بتقود الأجهزة الفنية في الألعاب المختلفة خلال العام الماضي، لأن حققت إنجازات جيدة جدا. كابتن محمد مصلحي للكرة الطايرة، كابتن طارق خيري لكرة السلة، كابتن عاصم حماد لكرة اليد، إيهاب الألفي لكرة السلة سيدات، كابتن حمدي الصافي لكرة الطايرة سيدات، كابتن ياسر صلاح لكرة اليد سيدات، كابتن محمد فؤاد للجمباز، وناصر زهران للسكواش، ياسر داوود لألعاب القوة، وائل عزت لألعاب الماء، مراد عاصم دكتور مراد عاصم للكاراتيه، وأشرف عبد الفتاح لتنس الطاولة. ومعايا في هذه اللحظات أحد رجال كرة السلة في النادي الأهلي، واللي هيكون بإذن الله ليه دور كبير جدا في كرة السلة السنة القادمة، كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة. رجال كابتن طارق برحب بيك ورمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. الله يكرمك على المقدمة كويسة وكل سنة وأنت طيب. كابتن رمضان كريم عليك. علينا جميعا يا رب. كابتن طارق، اولا يعني انا عايز ابدا من الصوره اللي معايا دلوقتي، الاجتماع للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي مع الاجهزه الفنيه والاستعداد للموسم القادم. كواليس هذا الاجتماع وما يعني تستعدون له من خلال كره السله في الفتره القادمه في ظل تدعيمات يمكن انا رايتها بشكل مباشر خلال الاسبوع الماضي عندما تعاقدت مع 4 لاعبين وتجديد لعدد من اللاعبين الاخرين. بدايه كده من ساعه ما تعين كابتن رؤوف مدير نشاط رياضي وهو على اتصال دائم حتى من قبل تجديد الاجهزه، يعني احنا في نهايات الموسم وهو بيتكلم معانا دايما على اي تدعيم للفريق انتوا عايزينه، احنا بنرحب، مفيش ازمات. نادي مجلس الاداره مشكورا كان عامل لجنه بقياده محمد غزاوي وكابتن رؤوف، بصراحه يعني ما تعبناش في التعاقدات، احنا مثلا عايزين نجدد ابراهيم الجمال والشافعي ناس لا يعودها منتهي او مؤمن، الموضوع في قعده، يعني احنا تليفون قعده كابتن رؤوف وكابتن غزاوي، الموضوع كله بالاتصال مع كابتن عامر وكابتن محمود الخطيب، خلاص خدنا كونفيرم بالتليفون. المواضيع كانت سهله جدا في كل التعاقدات، فانا يعني بشكرهم شكر خاص من قبل الموسم ما ينتهي، بنعمل فرقه اذا كان طارق هيقعد او طارق هيمشي، احنا بنعمل فرقه كويسه لاي مضيف فني يبقى موجود السنه اللي جايه. فانا بشكرهم شكر خاص. دي الفترة اللي هي في نهاية الموسم والتجديد عود لعيبة أو نجيب لعيبة جديدة. الفترة اللي جاية احنا أولا بشكر مجلس الإدارة على الثقة اللي موجودة، وبصراحة الناس محسسينا اللي احنا عاملين طفرة في جهاز كرة السلة
لدرجه ان احنا دلوقتي لما بتخسر بطوله بتبقى ازمه، عكس حتى من ايام ما احنا كنا بنلعب كنا اوقات كتير ما بنوثقش. يعني كان موضوع الباسكت تعرف دايما منافسه جامده جدا بين 7 أو 8 انديه، ما حدش عارف مين هيكسب في اي بطوله. دلوقتي احنا بنكسب بطولتين من 3 والناس زعلانه، فبقى ده حاجه كويسه اليوم. واحنا ان شاء الله ان شاء الله يعني بنتمنى، مش يعني بنوعد ونتمنى ان احنا السنه الجايه نعمل علامه كامله في كل البطولات اللي عملناها باذن الله. طيب خريطه العمل بدات خلاص من خلال الاجتماع للكابتن رؤوف عبد القادر النهارده، كان ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيره. الاستعداد للموسم القادم هيبقى امتى؟ اكيد دولاب العمل هيبدا للمرحله القادمه من خلال هذا الاجتماع وترتيب للمرحله القادمه. احنا الاول بنحط الاجهزه الفنيه اللي هتشتغل في قطاع الناشئين. اثنين احنا المفروض ان احنا يعني بنبدا دايما في بدايه اول شهر 7. هناخد الاسبوعين الاخير يعني اخر اسبوعين في رمضان هنتجمع يعني يوم ويوم، يعني حاجات ترفيهيه تاهيليه كده، تمهيدي، نلعب كوره، نتجمع. الموضوع مش رسمي، حاجات كده تاهيليه لحد بعد العيد هنبدا المرحله الجد. لان احنا لحد دلوقتي احنا ما نعرفش شكل وقت المسابقه بتاعتنا تبدا امتى. احنا سامعين يعني لسه ما فيش حاجه رسمي ان هي اخر شهر 10، فانا مش عايز ابدا بدري، يبقى انا بعمل احمال بعيده خالص. فاحنا بنسبه كبيره هنبدا بجد بعد العيد. بعد العيد طيب اللي هي بدايه فتره اعداد الاحمال العاليه. طيب كابتن طارق، تقدر تقول لي لو بالتدعيمات الجديده والشكل اللي هيبقى عليه ان شاء الله فريق كره السله خلال الفتره القادمه، بطوله افريقيا يعني خلال الفتره القادمه، اولا تنظيمها هل معروف هيبقى فين والاهلي ممكن يشارك، ولا بطوله افريقيا في السله لسه مش محدد لها السنه القادمه هتبقى فين بالظبط؟ احنا عندنا نظام مختلف شويه عن الفرق الاتحادات الاخرى، ان احنا بطل الدوري وبطل الكاس هم اللي بيلعبوا بس في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. بطل الدوري هو اللي بيختار اي واحده من الاثنين يلعب فيها، البطوله الثانيه انت بتلعب فيها اجباري. احنا البطوله العربيه طلبنا ان احنا ننظمها، بس احنا الجواب كان جانا متاخر على ما رضينا، كان خلاص راحت لبنان كتنظيم، ومجلس الاداره كان موافق ان احنا ننظم بس راحت لبنان. احنا لسه هنشوف هنشارك فيها ولا لا. احنا مستنيين بطوله افريقيا، لسه ما بعتش الاتحاد المصري انه يبعت للانديه تنظيم ومشاركه. احنا لو جالنا تنظيم ومشاركه انا طبعا هكتب طلبه ان احنا نحاول ننظمها مره ثانيه، لان احنا سامعين ان النظام بتاعها هيختلف عن النظام اللي قبل كده. احتمال تتلعب زي كره القدم، اعتمدت على المجاميع، يعني تروح بس من بلد تلعب مجموعه ومجموعه ثانيه في بلد ثانيه، لسه النظام ما اتحددش. فالنهارده كان في اتصال النهارده، ما نعرفش لسه لحد دلوقتي موعدها ولا شكل المسابقه، ما جبناش حاجه رسميه يعني. طيب كابتن طارق، انضمام رامي جنيدي ومصطفى مشعل وحاتم حسام واحمد علي اللاعبين الجدد، الاضافه اللي ممكن تكون مع الفريق خلال الموسم القادم بالنسبه للعيبه يعني؟ اللاعبين الجدد انا طبعا انا كطارق دايما بختار اللعيب اللي يركب على شغلي، وفي نفس الوقت اللي احتياجاتنا ليه. يعني رامي جنيدي مفيش خلاف عليه، بلاي ميكر خبره، بلاي ميكر منتخب مصر الاول نمره واحد دلوقتي، موجود مع معسكر المنتخب، خبرته عاليه، راكب على شغلنا او امكانياته الشخصيه راكبه على فرقتنا، مع طبعا اللي موجودين في الفرقه مودي الجرحي ميكر اساسي النادي الاهلي وبيساعده في البوزيشن ده كريم داشان. حتى حاتم البحيري لما جينا نجيبه بيلعب نسميه كومبو، يعني بيلعب في اكثر من بوزيشن، يقدر يلعب بوزيشن 1، يقدر يلعب بوزيشن 2، يقدر يلعب بوزيشن 3. ماشي على بوزيشن 3 من اللعيبه اللي هي الهدافين اللي بتاع تجيب سكور. انا كنت محتاج حد مع اللعيبه القدام اللي في الفرقه قريب من نفس المستوى، كان احنا اللي كان عندنا لعيبه كويسه بس مش بنفس خطه الناس اللي احنا جبناها. برغوته لعيب امكانياته البدنيه كويسه، راجل ديفندر كويس، هيلبر للفرقه كويس، مش اناني، مش طماع. انا كنت محتاج واحد يبقى هيلب للعيبه اللي دايما بيبقى عندها حلول، يبقى هو مش طالب الكوره اكتر من هو يبقى هيلب للزمايل، زائد المحترف. يعني احنا برضو واحنا لسه عندنا 2 لعيبه مش جد، يعني طارق الغنام هنجدد له اليومين دول، كان ليه قاعده مع كابتن غزاوي وهنخلص معاه، ومحترف. فاللي احنا جبناه دول اضافه، انا من وجهه نظري اضافه كبيره جدا للفرقه لحكم امكانياتهم الفرديه على شغلنا. طيب سؤال اخير كابتن طارق، المحترف
ممكن من افريقيا ولا تستعين بلاعب امريكي؟ والله انا يعني انا بقالي اسبوعين بتفرج يعني انا معانا كده مجموعه اشخاص في الجهاز معانا وبره بينهم بيجانات بندور على لعيب برضه زي ما جبنا في بطوله افريقيا. انا طبعا ما بستعجلش في اختيار اللعيبه، دايما طارق مش يعني عايزين، انا دايما ابص ايه اللي هيركب على امكانيات فرقتي، لان انا عندي فرقه كويسه. فرقه كويسه دي ما انا مش عايز اجيب لعيب سوبر ستار بس ممكن يبقى اناني شويه يخنق اللي عندي، فانا خسرت ما كسبتش. انا بدور على واحد بمواصفات معينه يركب في شغل جماعي ويركب في سيستم في نفس الوقت يبقى لعيب سوبر، فبتبقى المعادله صعبه شويه. فاحنا بقى انا بقالي اسبوعين بالظبط احنا والجهاز اللي معانا بندور على لعيبه، جالنا لعيبه كويسه كتير قوي، بنستقر على 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 على, على واحد منهم نصعد معاه. يعني انما امريكاني افريقي من العرب ما نقدرش كده، يعني لسه احنا بنجي لنا من كل جاي لي من تونس وجاي لي من هنا وجاي لي من امريكا يعني الموضوع ما اقدرش احسبه يجي منين يجي منين يعني. العام القادم باذن الله تحققوا كل البطولات في كره السله. شكرا جزيلا ليك. ومن كره السله الى الكره الطايره، لكن كره الطايره سيدات اللي حقق الرباعيه او حققن الرباعيه خلال العام الماضي تحت قياده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكره الطايره سيدات، واللي استطاع ان يحقق نتائج جيده جدا ليس العام الماضي فقط ولكن خلال اخر عامين تحديدا مع الفريق في كل البطولات سواء البطولات الافريقيه او حتى البطولات العربيه والبطولات المحليه. كابتن حمدي اولا برحب بيك وبقول لك كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. كل سنه وانت طيب استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا كابتن حمدي. طبعا حمدي طبعا انا في البدايه بقول لك يعني موسم موفق، الموسم الماضي حققت الرباعيه وبارقام كبيره جدا حتى في المباريات النهائيه، حتى في نهائي افريقيا هنا على قرطاج التونسي في البطوله العربيه فزت على فريق الشمس بنتيجه عريضه في الدوري وفي الكاس. لكن الموسم القادم بالتاكيد حاله التشبع اللي ممكن تكون عند بعض اللاعبات كيف تتغلب عليها خلال المرحله القادمه من خلال تجديد عقود بعض اللاعبات واستخدام لاعبات اخرين للموسم القادم؟ في الاول طبعا احنا بنشكر مجلس اداره الاهلي على دعمه لفريق الكره الطايره وتجديد عقود نجومه ودعمه وثقته في الجهاز الفني. الحقيقه طبعا احنا مقدرين الثقه ديت، وان شاء الله باذن الله في المستقبل هنشتغل على نفس النهج بتاعنا ونفس الشغل اللي احنا بنشتغله، ان احنا بننافس على كل البطولات اللي بنخش فيها، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونسعد جماهيرنا ونسعد النادي بتاعنا ومجلس ادارتنا ان احنا نقدر نحقق نفس الانجاز الموسم دوت. الحقيقه طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، ان انت لما بتحقق العلامات كامله في البطولات لازم توجد دوافع كبيره وجديده للاعبات، وده احنا بنعمله من خلال الكلام مع اللاعبات ووجود منافسه بين اللاعبات. احنا دايما بنشتغل على التدعيم بصفه مستمره لخلق دوافع جديده للفريق، ويبقى في منافسه في جميع المراكز، ويبقى في تجديد دماء دايما للفريق عشان يفضل الرغبه في الفوز ورغبه تحقيق البطولات موجوده على طول يعني. طيب بتفكر ازاي في الموسم القادم؟ وهل نفس المشاركات باذن الله في نفس البطولات، بطوله افريقيه هتبقى فين؟ البطوله العربيه ايضا هتقام فين؟ تجديدك لعدد من اللاعبات اللي كانوا موجودين من الموسم الماضي ايضا كمان عشان تجديد الدوافع في المرحله القادمه. الحقيقه طبعا الموسم القادم هيبقى موسم صعب جدا نظرا لوجود البطوله العربيه في تونس، منافسه مع هيبقى مع فريق التفاقي وفريق قرطاج على ارضهم، وان شاء الله بنامل ان شاء الله ان الفريق يبقى في كامل جاهزيته لتحقيق الانتصار في البطوله الافريقيه لسه ما تحددش مكانها، بس طبعا هيبقى نفس الدوافع موجوده ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا عشان نحقق رقم جديد، ان احنا نقدر نبقى ان شاء الله لو ربنا وفقنا وكسبنا البطوله الافريقيه السنه الجايه نبقى حققناها 4 مواسم في 5 سنين، وده انجاز كبير لاي فريق في اللعبات الجماعيه، يعني هيبقى انجاز كويس لينا في الفتره اللي جايه. طبعا احنا بنشتغل على نجوم الفريق اللي موجودين، بندعم بصفقات جديده لبعض المراكز اللي محتاجه تدعيم ومحتاجه منافسه، بندعم برضه بنبص لقطاع الناشئات بتاعنا، عندنا السنه دي باذن الله هيحصل تصعيد لاكثر من لاعيبه، لازم هيحصل تجديد دماء في الفريق لتنشيط الفريق ولخلق منافسه بين اللاعبات للوصول لاعلى مستوى فني ممكن لتحقيق البطولات. طيب عدى بعناصر الخبره اللي تم التجديد لهم، نهله سامح، شروق فؤاد، فريد العسقلاني، ايه حمدي، فكره التجديد يا كابتن حمدي للعناصر الخبره اهميتها في هذه المرحله بالنسبه للفريق؟
اعتقد دول الاعمده الرئيسيه بتاع فريق الطايره السيدات ما نقدرش نستغنى عنهم، كلهم الحمد لله على مستوى عالي جدا ولعيبه منتخبات، بندعمهم برضو من خارج النادي في بعض المراكز زي ما قلنا اللي محتاجه تدعيم ومحتاجه منافسه، بالاضافه طبعا لوجود الناشئات المتميزات بتوعنا موجودين وقوه في الفريق. الحمد لله فريق الطايره السيدات بيتميز ان هو فريق مكتمل، فريق العناصر بتاعته عناصر خبره، عناصر شابه، عناصر قديمه، يعني في مزيج كده كويس جدا بنشتغل بيه وبيحقق لنا البطولات الحمد لله، واحنا شغالين على المرحله الجايه ان يبقى في توليفه جديده للنادي الاهلي اللي موجود من السنين اللي فاتت الخبره بالاضافه للناشئات بتوعنا، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا وجيل كويس يقدر يكمل البطولات اللي حققناها الفتره دي. هل المحترفة الحالية اللي موجودة مع الفريق يا كابتن حمدي هتستمر ولا هتستعين بمحترفة أخرى خلال المرحلة القادمة؟ ولا هي اللائحة بتسمح لك بلاعبة واحدة بس أجنبية؟ هو والله اللائحة بتسمح لنا بأكثر من لاعيبة، بس احنا بنستعين بلاعبة واحدة لأن احنا عندنا مجموعة من لاعبات الدوليات متميزات، فبنستخدم لاعبة واحدة في المركز اللي احنا محتاجين فيه تدعيم. اللعبة اللي كانت موجودة كاترين اللعبة أدت موسم قوي جدا، وإن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنطلب من مجلس إدارة النادي الأهلي إن احنا ندعم بيها قبل البطولة العربية والأفريقية بإذن الله. كابتن حمدي الصافي أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لفريق الكرة الطايرة سيدات، إنجازات مميزة جدا في كل ألعاب الصالات، وهذه القرارات وهذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي مع كلا المدربين سواء كابتن طارق خيري أو كابتن حمدي الصافي أو لو أتيح الوقت عدد من المدربين الآخرين، مجلس إدارة الأهلي يعني رغم أن الأهلي حقق السنة اللي فاتت كل البطولات في كل ألعاب الصالات، لكن بيبقى حريص على أن اللعيبة والأجهزة الفنية تستمر بنفس القوة وبنفس التركيز عشان تحقق نفس النتيجة ونفس الأرقام من تاني. كل ده ليه؟ عشان جمهور النادي الأهلي. طيب عشان جمهور النادي الأهلي يسمع المرحلة القادمة والخطة القادمة ماشية ازاي، تعال نسمع ونشوف كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي للنادي الأهلي بيقول ايه عن خطة العمل في المرحلة القادمة بالنسبة للنشاط الرياضي. الهامة كلها بتتعلق يعني نمرة واحد في ملف التعاقدات. احنا استلمنا حوالي 4 شهور من اول يوم مجلس الادارة كلفني انا والكابتن محمد الغزاوي بملف التعاقدات في الرياضات الاخرى غير كرة القدم. كالعادة احنا يعني عملنا فيه صمت في جميع المحاور وعلى مستوى الثلاث ألعاب الجماعية الأساسية سواء للرجال أو السيدات، ده بالإضافة للألعاب الفردية. الحمد لله احنا ما لقيناش أي مجهود صعب بالنسبة، كان في أول حاجة يعني حددنا الاحتياجات بتاعتنا، قعدنا مع كل مدير فني، مدير فني حدد احتياجاته ايه، التجديدات اللي عنده، الرغبة بتاعته ان هو يجدد لمين فيهم، الرغبة في اي لعيبة خارج حدود النادي، ده بناء على المراكز الموجودة في كل لعبة واحتياجاته. ابتدينا اول حاجة يعني احنا تملي بنبص للمستقبل، يعني احنا موجودين النهارده احنا مش موجودين بكره، ولكن النقطه دي اللي انا بكلمها ان انا بطمن على اولاد النادي الاهلي، هم دول اللي هيبقوا مستقبل النادي الاهلي وهم دول اللي هيتولوا المسؤوليه بعدينا. انا يعني ما فيش لعيب داخل النادي الاهلي في اي لعبه خد من اكثر من ثواني او دقائق علشان التجديد، والاهم من كده كلهم مضوا العقود بتاعتهم يعني على بياض ومن غير مناقشة أي حاجة، وسابوا النقاش بالنسبة للأمور الأخرى من حيث مدة العقد أو قيمته بعد كده على حسب ما يعني التفاهم عليه. بوجه الشكر لجميع لاعبي النادي الأهلي في مختلف الألعاب اللي جددوا الثقة ووقعوا دون قيد أو شرط، فما اعتقدش او دي الحقيقه بنسبه 100%
جميع اللاعبين واللاعبات اللي انتهت عقودهم وفي رغبه من المدير الفني لكل لعبه للتجديد ليه تم التجديد ليه. الملف الثاني اللي هم الاحتياجات من خارج النادي. حددنا اهم حاجه المراكز الشهيره اللي موجوده عندنا وفقا لتقرير كل مدير فني، وكان في طلبات بالاسم على لعيبه معينين. تولينا الحوار معاهم وفتحنا، وبرضه عايز اقول اسم النادي الاهلي بيسهل لنا كان الامور في امور كتيره جدا مع كل اللاعبين اللي احنا جبناهم. وبرضه يعني زي ما قلت يعني الخزنه اللي وراك فيها قرابه ال 25 عقد كلهم متوقعين على بياض بدون اي حاجه، حتى اللعيبه اللي بيجوا من خارج النادي الثقه في النادي الاهلي وتعاملوا مع لاعبين والحرفيه في الاحتراف بتشجع اي حد النهارده بيمثل النادي الاهلي في التفاوض مع اي لاعب. فالحمد لله يعني اقدر اقول يمكن في كرة اليد بس للرجال علشان الدوري بتاعهم انتهى يعني من حوالي اسبوع او 10 ايام بس، فكان المفروض ان احنا ما بنتكلمش مع اللعيبه اللي بييجوا من خارج النادي الا بعد انتهاء الدوري، ولكن يعني حوالي صفقه واحده بس قاطعين فيها صوت كبير باذن الله، وكده بينتهي تدعيم جميع الفرق اللي موجوده في النادي. ده بالنسبه للالعاب الجماعيه. بالنسبه للالعاب الفرديه برضو تم تحديد بنفس الطريقه لعيبه بتوع النادي وتم التجديد ليهم. الولاد نفسهم رجعوا لبيتهم بعض اللعيبه، بحدد مثلا احمد صلاح ومحمود رؤوف دول متربيين من هم عندهم 10 سنين داخل النادي الاهلي، وكانت الفتره اللي فاتت دي يعني فتره قليله اللي هم لعبوا بره النادي الاهلي، فهم رجعوا لبيتهم. التشكيل الحالي مثلا نتكلم على فريق الكره الطايره، الدعم اللي هو طلبه بعوده الاثنين وملف التجديد، يعني في محمد عبد المنعم لم يكن احسن لاعب في مركزه فهو من احسن لاعبي مركز اربعه في مصر، الحمد لله قام بالسلامه بعد عمليه الصليبي، تم التجديد ليه. محمد عادل احسن لعيب منتصف شبكه في مصر، تم التجديد ليه. بعض العقود الاخرى تم رفعها. يعني الوضع ككل بننظر له كمنظومه واحده. بنبص للباسكت ايضا كان في ابراهيم الجمال، كان في مصطفى الشافعي، في مؤمن ابو العينين، دول الثلاثه كانوا العقود بتاعتهم انتهت، الحمد لله تم التجديد. بالنسبه لفريق كره اليد زي ما قلت لحضرتك ان علشان الدوري بتاعه لسه منتهي ما بقالوش اسبوع، ولكن جميع اللعيبه برضو داخل النادي اللي انتهت عقودهم تم التجديد ليها. هو ده النادي الاهلي. يعني رؤوف عبد القادر ولا اداره النشاط الرياضي ما جابش جديد. احنا طول عمرنا اتربينا ان المركز الاول هو الهدف بتاع اي فريق. فده يبقى حققوا الهدف. يعني انا ما اعتبرهاش ان في طفره او ان في انجاز او في اي حاجه، لان الامر الطبيعي ان هو فريق النادي الاهلي يبقى في المركز الاولاني. ولكن ده لو ما حصلش ده بنسميه اخفاق. لازم ندور على ايه سبب الاخفاق علشان ان احنا نصلح الامور، علشان الفريق اللي فيه نوع من الاخفاق يقدر يستطيع ان هو يتقلد منصه التتويج ويعود لمكانه الطبيعي اللي هو المركز الاول، مش مجلس الاداره ومش رؤوف عبد القادر. النادي الاهلي له نظام بيعين المسؤول في مكان معين، بيديله مطلق الحريه وبيبقى كله قائد في مواقعه، وبعد كده بيدير المنظومه الرجل المختار، بيدوه الصلاحيات كامله وكامل الدعم في اتخاذ القرارات وتوفير كل شيء بيطلبه. وبالدليل اي حاجه تمت في خلال الاربع اشهر دي بالملايين، يعني التجديد الاجهزه بتاعت نادي صاله الجمباز ما خدتش دقائق في موافقه مجلس الاداره اللي هتتعدى 5 6 مليون جنيه. بالنسبه للتغيرات في حمام السباحه
الحبال والبرودات الغطس. خلي بالك حضرتك احنا بنتكلم في حاجات دي النهارده مش ب 10,000 ولا 100,000، بنتكلم كلها بتتعدى الملايين. بنتكلم من ناحيه الاهتمام بعضو النادي، والاهم من الالات والاهم من الادوات ولاي حاجه كيفيه توفير الخدمه المناسبه في الاكاديميات والمدارس لاولاد الاعضاء، والاهتمام بجميع الفئات العمريه سواء الاطفال سواء الشباب سواء الكبار سواء ذوي الاحتياجات الخاصه. فالثروه البشريه من الاعضاء يعني ده في المقام الاول في اهتمام واهتمامات مجلس الاداره. فالحمد لله ان يعني في خلال الاربع شهور دعم كامل من مجلس الاداره لاداره النشاط الرياضي في توفير كل الطلبات والمتابعه. احنا تعودنا دايما ان احنا بنكون في الطليعه، المركز الاول هو الهدف بتاعنا. بقول قبل المركز الاول يجب فرق النادي الاهلي ان هي تتمتع بالروح الرياضيه وباخلاق ومبادئ النادي الاهلي، يجب ان هي تسود سواء داخل التدريبات او في المباريات. الاثنين وجهين لعمله واحده، الانتصارات والروح الرياضيه. وكما تعودنا احنا حريصين على النقطتين اللي انا اتكلمت فيهم. بقول لهم موفقين باذن الله، ارجو الحفاظ على الانتصارات اللي تمت في هذا الموسم وتحقيق انتصارات اخرى وممكن تزيد عن هذه الانتصارات، لان احنا طماعين جدا في موضوع الفوز والبطولات. يعني لا نكتفي ولا نرتوي من البطولات، فمزيدا من البطولات ومزيدا من التوفيق. وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. على الجانب الآخر، يمكن خلاص بدأ العد التنازلي لاستعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم بروسيا بإذن الله خلال الشهر القادم، ويمكن بدأ بسفر المنتخب منذ القادم. يمكن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان فضل ان المعسكر يبدأ من يوم 20 مايو، وتحديدا عقب اخر مباراة في الدوري العام بين الاهلي والمصري. والجهاز الفني فضل ان عدد المباريات الودية ما يكونش كتير في المرحلة الاخيرة، هيكون 3 مباريات ودية. مباراة الكويت لانه قال انها تبقى استعداد جيد لانه هيواجه السعودية في كأس العالم، ثم بعد ذلك هيواجه كولومبيا وهي احدى المدارس الموجودة من جنوبية. الودية ومنتخب بلجيكا من المنتخبات الأوروبية ليست قريبة في المستوى الفني من المنتخب الروسي. المنتخب البلجيكي منتخب أقوى بكثير، لكن من المدرسة الأوروبية، موجود في القارة الأوروبية، فبالتالي هيكون قدر أنه يلعب مع 3 مدارس مختلفة مع 3 مدارس اللي هيواجههم في كأس العالم. يمكن هيكتور كوبر سافر ببعثة إلى الكويت يمكن منذ قليل، يمكن حتى المنتخب النهارده كان بيتمرن قبل الفطار في حدود حوالي الساعة 4 عصرا على استاد القاهرة الدولي، وحضر المران أيضا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة، واللي عقد اجتماع مع اللاعبين ومع الجهاز الفني وحضر معاهم الإفطار النهارده. وبالتأكيد استعداد مهم جدا، خلاص المرحلة الجاية القادمة ما فيهاش هزار، مرحلة جد. المنتخب الوطني الكل كان احتفل بالتأهل لكأس العالم في شهر نوفمبر الماضي، لكن خلاص وانت داخل على كأس العالم الطموحات هتعلى، الطموحات هتزيد، الناس منتظرة نتائج كويسة، الناس منتظرة نتائج وأداء مميز. المجموعة بتاعتنا ليست بالمجموعة الصعبة ولا بالمجموعة السهلة، تقدر تتأهل منها؟ تقدر تتأهل منها. المواجهة الأولى هي الأصعب، هي مواجهة أوروغواي. المواجهة الثانية تعتبر صعبة لأنك بتلاعب صاحب الأرض والجمهور، وبالتأكيد هو اللي بيستضيف كأس العالم، لكن في إطار النظريات كرة القدم مباريات في المتناول، وبالأداء اللي بيأديه عدد من اللاعبين المحترفين بيدينا الثقة إن بإذن الله مع خطة وشكل جديد ممكن هيكتور كوبر مع منتخبنا الوطني يقدر يتخطى مباراة أوروغواي ومباراة روسيا، لأن مباراة السعودية بإذن الله تكون المحك النهائي والتأهل بإذن الله للدور الثاني. البعثة قام محمد عواد من الإسماعيلي خط الدفاع
محمد عواد طبعا حارس المرمى، ومعاه شريف اكرامي، ومعاه عصام الحضري ومحمد الشناوي، في ايضا احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف، احمد حجازي، علي جبر، احمد المحمدي، محمد عبد الشافي، عمر جابر، محمود الونش، كريم حافظ، النني، طارق حامد، عبد المحمود عبد العزيز، عمرو طارق، سام مرسي، شيكابالا، عبد الله السعيد، تريزيجيه، رمضان صبحي، عمرو ورده، كهربا، مروان محسن، كوكا، احمد جمعه. طبعا عارفين محمد صلاح عنده مباراه مهمه جدا، يا رب نتمنى التوفيق ليه والفريق وليفربول يوم السبت باذن الله امام ريال مدريد في نهائي دوري الابطال. هيكون غايب عن مباراه الكويت. احمد المحمدي ايضا مش هيكون موجود لان عنده مباراه مع فريقه في تحديد الصاعد للدوري الممتاز مع استون فيلا، فبالتاكيد مش هيكونوا موجودين مع مباراه منتخب مصر والكويت. منتخب مصر بعد ما يوصل النهارده وعنده برنامج مشحون بكره. بكره الاجتماع الفني للمباراه هيكون ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا. بعديه هيبقى في مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب مصر الارجنتيني هيكتور كوبر، وهيحضره مساعده محمود فايز وعصام الحضري قائد المنتخب، هيكون في حدود الساعه 4 عصرا. بعدها بنص ساعه هيكون المؤتمر الصحفي للمنتخب الكويتي. كان من المقرر للمنتخب الوطني هيخوض تدريبين غدا على ملعب جابر احمد الدولي، وهو من الملاعب المميزه جدا والرائعه واللي هتشوفوها باذن الله يوم الجمعه، ملعب على اعلى مستوى من الطراز ومن الشكل الهندسي، ملعب مميز جدا بصراحه، يعني الاخوه هناك في الكويت عاملين ملاعب ممتازه، فبالتالي المنتخب هيخوض مرانه الرئيسي والاساسي والاخير عليه، لكن هيكون عقب وجبه الافطار. كان في تمرين اول خفيف الساعه 4 لكن تم الغائه لانه بيتواكب مع نفس توقيت المؤتمر الصحفي لهكتور كوبر الساعه 4. طبعا حضور وزير الرياضه النهارده للتمرين المنتخب ده شيء ايجابي جدا، ان وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز يحضر التدريب ويكون متواجد مع المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، والمهندس ايهاب لهيطه المدير الاداري للمنتخب. وعلى هامش الافطار التقى الوزير الرياضه مع اللاعبين واعرب عن تمنياته بالتاكيد بالتوفيق للاعبي المنتخب. شايفين هذه اللقطات طبعا وصور لحضور المهندس خالد العزيز وزير الرياضه مع لاعبي المنتخب على الافطار النهارده في فندق الاقامه. يعني اتمنى لهم التوفيق باذن الله في المرحله القادمه، تقديم اداء مميز خلال المباريات، مؤكدا ان الشعب المصري بالكامل مؤازر ليهم في المرحله القادمه. مشوار المونديال بالتاكيد الناس كلها تلتف حوالين المنتخب في المرحله الحاليه وفي المرحله القادمه، والحضور اكتر بقى في شهر 6. يمكن هنشوف شوارع مصر في شهر 6 هتفكرنا بقى بالايام الجميله والايام الرائعه لما كنا بننزل شارع جامعه الدول وفي كل شوارع مصر في 2006 في 2008 و2010 كان دايما الشعب المصري كله ملتف حول المنتخب، وكانت الفرحه الكبيره لكل الشعب المصري. لكن ثلاث مباريات وديه مهمه جدا لمنتخبنا الوطني، الوزير قال لهم يعني مباريات مهمه دايما تستعدوا من خلالها بشكل جيد، تسعدوا الشعب المصري. عندنا مباريات مهمه، مباراه الكويت رغم ان الكويت يعني مش مشارك بالتاكيد في كاس العالم وكان بعيد تماما عن المشاركات الدوليه في الفتره الاخيره نتيجه قرار فيفا الاتحاد الدولي وبعد قرار رفع الايقاف عنه، لكن منتخب الكويتي من المنتخبات اللي تعتبر من المنتخبات القويه في القاره الاسيويه، وفي اي لحظه من اللحظات بتلاقيها بتظهر بشكل جيد وبشكل مفاجئ وبتادي نتائج جيده زي المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي، فبالتالي تجربه جيده. اي نعم درجه الحراره في التوقيت الحالي في الكويت هتختلف تماما عن درجة الحرارة في روسيا في شهر 6 عندما نواجه المنتخب السعودي، لكن هي تجربة جيدة جدا. الميزة اللي فيها كمان انك هتبقى موجود في وسط الجالية المصرية، هتشعر بالدفء بقى الجالية المصرية والجمهور المصري اللي هيكون موجود في استاد جابر الأحمد هناك في العاصمة الكويتية، فبالتالي وكأنك في استاد القاهرة وأكتر كمان، فهيبقى دفعة معنوية وشحن معنوي مهم جدا للاعبي المنتخب الوطني. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مباراة كولومبيا. يمكن المنتخب بعد مباراة الكويت مش هيرجع لمصر، هيسافر على إيطاليا، عنده مباراة مع المنتخب هناك الكولومبي يوم 1/6، مباراة مهمة جدا. المنتخب الكولومبي من المنتخبات القوية جدا في قارة الأمريكا الجنوبية، قريب جدا من المدرسة اللي بتأدي بيها منتخب أوروغواي، يعني من نفس المدرسة في كرة القدم، الخشونة، القوة، المهارة، فبالتالي هتكون تجربة مميزة جدا. يمكن أنا شايف تجربة المنتخب الكولومبي المميزة اللي تم اختيارها هذه المباراة بعناية دقيقة جدا، وإقامة المباراة في إيطاليا أنا شايف كمان ده اختيار هايل واختيار رائع جدا. ثم بعد ذلك بعد كولومبيا
عندك منتخب بلجيكا من المنتخبات المصنفة في الترتيب الأوائل في تصنيف الفيفا. منتخب بلجيكا من المنتخبات القوية، يمكن عندهم أبرز اللاعبين هازارد، من المنتخبات الكبيرة. منتخب بلجيكا أنا شايفه من المنتخبات القوية الأقوى من المنتخب الروسي، هتكون تجربة قوية جدا. فبالتالي أنا شايف أن مباراة كولومبيا ثم مباراة بلجيكا هي اللي هتكون المحك الرئيسي والأساسي لهيكتور كوبر، اللي أنا متوقع أن من خلال هذين المباراتين هيحط تشكيلته الأساسية وهيجرب تشكيلته الأساسية وهيشوف في نطاق من 13 إلى 15 لاعب في هذين المباراتين، مش هيجرب تغييرات كتيرة. لكن مباراة الكويت هيكون فيها تغييرات كتيرة جدا، لأنه هيحاول يشوف عدد من اللاعبين، اللي هو ضم عدد من اللاعبين في هذا المعسكر. بالتأكيد هيشوف محمد عواد تاني، هيدي الفرصة بالتأكيد لمحمود عبد العزيز، هيدي الفرصة للونش، هيشوف عدد من العناصر، ممكن يشوف كريم حافظ اللي كان بعيد عن المنتخب خلال الفترة الأخيرة. فبالتالي هي مباريات استعدادية، نتمنى يا رب بإذن الله أن هيكتور كوبر يستفيد منها الاستفادة الكاملة ويكون حالة اللاعبين المهم، بغض النظر كمان على الاستعدادات الفنية، حالة اللاعبين. حالة اللاعبين لو الحالة جيدة في هذه المباريات الاستعدادية هتديك ثقة وتفاؤل في مباريات كأس العالم، وهتخش على كأس العالم وانت عندك إحساس وتفاؤل ان المنتخب بإذن الله هيقدر يحقق نتائج جيدة. وده اللي احنا شفناه حتى في كأس العالم للقارات عام 2009 لما حققنا نتائج مميزة جدا سواء على البرازيل او حتى على ايطاليا. خسرنا من البرازيل 4-3 لكن مباراة ستظل في الاذهان لسنوات وسنوات. كسبنا ايطاليا مباراة كانت رائعة بهدف محمد حمص، لغاية اللحظة دي ما حدش قادر ينساها. لكن استعدادات مهمة جدا، حدث مهم مهم خلال البطولة ونحرز أهداف، لأن خلاص آخر هدف يعني من ساعة سنة 90 لغاية دلوقتي ما عندناش غيره بنتكلم عنه، رغم أنه على فكرة في سنة 34 أحرزنا أهداف كبيرة جدا في كأس العالم، لكن دايما هدف الكابتن مجدي عبد الغني هو اللي عالق في الأذان. لكن يستطيع أن شاء الله محمد صلاح ورفاقه وزملائه اللاعبين أنهم يستطيعوا يحرزوا العديد من الأهداف. يمكن المنتخب بعد مباراة بلجيكا هيرجع لمصر، هيرجع لمصر يوم 7/6، هيرجع يوم 7/8، عنده راحة سلبية. يوم 9 في تدريبة مهمة جدا لمنتخب مصر هتكون على استاد القاهرة الدولي، وحسب المعلومات اللي يمكن ذكرها اتحاد كرة القدم ومسؤول اتحاد كرة القدم في المؤتمر الصحفي الأخير لهيكتور كوبر في مقر الاتحاد بالجبلية، ان غالبا هذا يعني التمرين الأخيرة هتكون على استاد القاهرة الدولي وبحضور 80,000 متفرج. هيتم السماح لكل الجماهير ان هي تدخل استاد القاهرة الدولي عشان تكون حالة شحن معنوي وحالة يعني تساعد اللاعبين ان هي تشوف المشهد ده قبل ما تسافر الى كأس العالم في روسيا بإذن الله. خاصة كمان المعلومات اللي عندي ان المنتخب بعد ما يخرج من فندق الإقامة هيكون في عربية مكشوفة لغاية استاد القاهرة، هيدخل الاستاد بعربية مكشوفة، يعني هيلف تراك الملعب بالكامل، ثم ينزل اللاعبين الى أرضية الملعب لأداء التدريب الأساسي والرئيسي والأخير على أرض مصر وعلى إسراء بإذن الله قبل السفر إلى روسيا والمرحلة الأخيرة بإذن الله وكأس العالم اللي الكل بإذن الله بيتمنى فيه التوفيق لمنتخب مصر.